العميد الركن عبد مجلي الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية اعتبر اقتحام الميليشيات الحوثية منزل عضو الوفد الحكومي المفاوض رد فعل على الخسائر المتتالية التي تتعرض لها الميليشيات في مختلف المحافظات. الميليشيات الإنقلابية الحوثية فعلا اقتحمت منزل الأخ عثمان مجلي عضو الوفد الحكومي المفاوض. هذه الميليشيات الإنقلابية الحوثية دأبت دائما على عمليات الإجرامية في اقتحام بيوت المواطنين والضرب بمختلف الصواريخ والقذائف على المدن الآهلة بالسكان. هذه الميليشيات الإنقلابية إجرامية، وخاصة بعد أن منيت بالهزائم في كل من صعدة والحديدة والبيضاء وتعز وكذلك الضالع.